اول مطروزه البنات والثمن مخده منين بانت المخده طلع بنات شوفوا هذا المخده ديالو كيفاش كتجي خدمناها مخده فالي والثمن البنات صراحه واعر الثمن واعر البنات درنا معاه المطلسي جا عاوتاني شكل اخر ما شاء الله الازرق ديالو حتى هو داك البلو كاين فيها الازرق ديالها البلدي الحر يمكن ياك. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد نهار جديد ونقول لكم عواشركم مبروكين، رمضان ما بقى ليه والو دخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، الله يجيب الرزق والتيسير بلا شك عرفتوني اليوم انا فين؟ انا عند ارخص محل كاين في درب عمر عند السي عادل، اليوم جاب لنا المطروز بثمن هوته، اليوم المطروز بثمن هوته. موديلات لوينات اشكال وكذلك كاين اللي بقى من البروكار فيه واحد ليكيداسيون ان شاء الله مناسبه رمضان دابا رمضان كنبغيو نبدلو الفراش ان شاء الله للعيد كنبغيو نقادو عاوتاني واحد الصالون اللي نستقبلوا فيه العائله والاحباب والصحاب ان شاء الله داكشي علاش السي عادل جاب لينا طوب ديال المطروز وبثمن واعر اليوم ان شاء الله شوفوا ليا غيبقى بواحد الثمن زوين كيدير السي عادل لاباس عليك بخير امورك مزيان كل شيء على خير الحمد لله الله يبارك فيك يا ربي امين علينا وعليك وعلى الجميع للامانه فقط عرفتوا هاد السلعه راه كانت مخبعه كان مغطيها باش ما تباعش حتى تجيو ولكن الناس العزاز الناس المتابعين الاوفياء راه جاو كاين اللي وراه المهم راه تقداو منها شي حاجه اييه هادو دائما الهميزات للمتابعين العثمانيات ديما اييه انتم ما بغيتش نبينوا بغيت الناس يستافدوا اللي غيتشوفوا الفيديو يستافد ونصوروا قال لي في نفس النهار ونحطوه في نفس النهار انا اليوم اييه باش نبيعوا كيتباعوا من الصور يبقى شي حاجه قليله يقول لك لا كذبتي علينا هذاك الشيء اللي كاين حيت ما تيكونش فيه بزاف هادو غير هميزات ولا هوتات كيف ما تنقولوا هويتات كيف ما تنقولوا باش تشاركوهم معكم اللي مكتبه لها شي حاجه تاخذها بالنسبه للمحل كيتوالد في مدينه الدار البيضاء درب عمر قصاريه الصفريوي غير كتدخلوا على الباب الصفريوي كاين مول الفولار المحل الاول على يدكم اليمين غنخلي لكم الدخله في الاخر الفيديو ان شاء الله كاين التوصيل ان شاء الله في المغرب وكاين خارج المغرب اللي بغى يخيط مرحبا به واللي بغى يدي التوب كذلك حتى هو مرحبا بالجميع كيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الاحد من العشرة حتى للسبعة ديال العشيه تيسدوا ونبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي وحنا بارك لنا الله في الفيديو ديالنا ونقولوا بسم الله على بركه الله وحتى التلوينه تبارك الله تلوينه غزاله وحتى المطلسي حتى هو خليوكم معنا على بركه الله اول مطروزه البنات والثمن غنخلي لكم الثمن حتى نشوفوا اللوينات شوفوا لي هذا المطروز ماشي المطروز اللي تنعرفوا مطروز هكا بالصم وبالحرير ما كايناش موزونه وحتى الستيل ديالو ما كايناش ورده يعني كتجي على هذا الشكل هذا شفتوا كيفاش كيجيو فيه الالوان كتجي فيه 3 بياس فيه هذيك الورده فيه هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا سبوله هكا بموزونه هادي كدار في هادوك ديبارات في كالدوات في البتيكوسا وعاد وعاد كاين المطلسي هاد المورد في الريشه كاين المطلسي اللي كيمشي معاه الريشه بالنسبه للتفريشه انت اختاري بحال دابا هنا كتجي مخده هكا ورده ومخده كتجي مطلسي وريهم المطلسي سي عادل هاك تقدري تفرشي بحال هاكا تقدري ديري مخده ورده تقدري ديري هاد المطلسي جا واعر سواء درتيه في المخاد سواء درتيه في الكالدوات سواء درتيه في الديبارات كيجي 3 بياس هادي من لاقام جديده تقدر مثلا تمري ديري ما بين هادي ديري وحده بحال اييه هكاك هذاك انا هكا قلت لهم زعما يديروا ليها يعني تجي الورده وتجي وحده مطلسي ولا في في القناه جهه الفرماجات جهه لا واعر البنات الثوب واعر والثمن اوعر هذا الموديل هذا فيه الالوان فيه هذا الاخضر الغزال ما شاء الله فيه حتى الاحمر ديالو شوفوا الاحمر ديالو ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله واعر هذا هو غزال والثمن البنات صراحه واعر الثمن واعر البنات وكذلك هذا المطروز شوفوا راه هذا الشيء ملي كتمسوه كتلقاوه مطروز ها قلب من هنا شوف علاش كندير هكا زعما باش تعرفوا لا لا هذه غير هوته هو خداها هوته والمتابعين هوته هوته اييه كلشي استافد كلشي فرش المطروز فيه الورده
فيه المطلسي ديالو حتى هو كيدير الاحمر واعر. دابا هذا كيمشي معاه ما يمكنش تبيعو بوحدو. فحال وحده مثلا انا الفكره الثانيه ديالي مثلا تقدر يتهرس مثلا يجي غير بحال شي ستيل رومي يجي سامبل ويجي غير خديه فيه فقط مع مضمه ديالها ولا شي حاجه. يعني يمشي كله سامبل تجي غير مخده وديبارا في هذا. لا هذا غزال هاد الريشه مطلاصي. تبارك الله. كلشي مطروز ها. انا تندير ضفاري هذا الشيء كنديرو المتابعين اللي خارج كازا وخارج المغرب، اما اللي غتجي المحل راه هي غادي تجي وتقلب راسها. ودائما تتوب الله يذكر بخير السيده اللي كانت وراتني هذا قالت لي بقى الخط ابيض راه ماشي مزيان. لا كلشي بريميير. لا ما شاء الله. ها هو شوف تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. شوف بعد لكم باش الاحمر واعر عرفتي غير يحس بيه في الدار ديالو حاجه ما شاء الله عايش في السعاده. انتم الطلميطه ديالو خضر ملي حطيناه شوف ملي كيتحس كيبان ثاني شوف السبوله فيه الاحمر ما شاء الله فيه هذا الاحمر فيه هذا الخضر كيف هذاك اللي شفناه اياه عاد حنا حلينا كيفاش يجي عاوتاني في الحله ماشي في حال مت... ها انتم شفتوا وعرتاه ما شاء الله. ها انت ها وحل هذا لا لا المطلاسي ديالو كلشي مطروز كلشي ما شاء الله كلشي مطروز والثمن تاهو زوين تاهو زوين خليوه مفاجاه. ها ها هذا الثمن ما يلقاوش لا لا يستحيل شي بلا ما نقول لك شي 280 درهم الثمن ديالو 250 درهم نقولوا حنا غير 250 غير 250 داير في السوق. يلا انتم بعدكم تبعوا وكتهبطوا كتهبطوا الثمن الثمن عرفتي شحال غيتنقص لكم فيه نشوفوا عاوتاني الزواقه الثانيه هذه زواقه هذه الاولى هي المطروز الثاني والثمن البنات راه الثمن راه ما يمكنش الثمن هذا بالكيبي هانتوما ومطروز هكا هذا بالكيبي ومطروز بحال هكا كلشي مطروز وكتجي الطلميطه ديالو كلها هكا مطروزه في هاد الخطوط قلالين ديال سميتها سفيفه ماشي سفيفه موزونه موزونه شوفوا ليا ما شاء الله كي جا حتى هو كيجي طروه بياس تخدميه هكا هذا كيتسمى زواقات الامازون امازون مطروز الامازون مطروز امازون هذا ها انتوما شوفوا ليا الخدمه ديالو دائما اللي بغات تخطب اللي بغات تخيط مرحبا بكم وهذا اسمح لي قات اختيارات مرحبا هذا في اللون ايلون يمشي معاه علاش دير معاه الدوغي كيف تعجبينو الدوغي احسن البلو البلو حتى هو يجي زوين كاين هذا يعني الالوان كاملين يدخلوا هنا في الكوسات كاجو كاردوات يخرجوا هو الذهبي غيجي مزيان الذهبي في الطلميطه يجي خطير انت شفتو ها هو باش كيتفتح فهمتيني شفتي ها البلو شتي كيجي مع البلو حتى البلو يجي معاه حتى البلو عاود خرجوا كثر سبحان الله حيت وحاجه اخرى ثاني سمعنا قطعتك على طول بغا يدير معاه هذا المطلاسي تلميط تلميط ديبارات هو باش يتفتح مزيان احسن انت هكا غيجي منين درنا معاه المطلاسي جا عاوتاني شكل اخر ما شاء الله تبارك الله يعني انا كنفضل بان الديبار اللي غيديروا من هذا من هذاك التلميط ديالو يديروا فيه مخده مطلاسي بحال هكا باش تفتح ديك البلاصه مهم ذوقي المتواضع ياك انا في نظري يعني التلميطه تمشي هكا مطلاسي اللي بغات ودير واحد الديبار في هذا في القنت ديال السداري يعني في الاول ولا في القنت ديالو بحال هكا وهذاك البلاصه دير فيها مخده مخده هكا قلب ليهم عفاك المخده على الجهه ديال ها انتم بحال هكا انا نوريهم تجي بحال هذا الشكل هذا ها انتم شفتوا يعني يجي بحال هذاك المطلاسي يجي هكا على هذا الحرف هذا بحال ما تبغاو بغاو يديروا الديبار مثلا بحالكم ها انت يكون ديبار بحال الطلميطه ها انت هكا شفتوا اييه هاك مع الطلميطه مع الخديه هاد الزواقه هذه بغاو يديروا العكس يديروا العكس انا قلت زعما باش تكون باش تجي مفتوحه هاد اللون كل ما عطيتيه الذهبي كل غادي يفتح لا غزال غير هذا واش نصحنا هذا ما فيش العدد بزاف باش ماشي يبقى في هذاك الرولو اللي بقى فيه دابا دابا درنا اليوم لا شويق بصحته اللي خدا الاول بصحته تقريب السامبل تقريب السامبل حتى ويجي معاه السامبل اللي بغاته هماوي اكثر وتقدر تاخذ حتى لون اخر مثلا في المطلاسي ها
هذا ما يجيش لا 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 ما يجيش الدوغي غادي يجي غادي يجي الدوغي ولكن ما شاء الله ما شاء الله جا زوين ما شاء الله واللوان ما شاء الله فيه لوان سبحان الله العظيم ما شاء الله دائما التصوير ما كيعطيش الحق لحاجه وفيه التلوينه فيها التلوينه ديالو فين هذا فيه الحمر فيه الحمر شو الكري تبارك الله فيه الكري شوف الكري كيداير حتى الكري زوين حتى الكري زوين الكري مفتوح حتى هو حتى الكري تمشي مع الكري تمشي مع هذا كاين هذا الرولو ديال الكري هذا الشيء اللي بقى لا هذا كاين واحد اخر نوريه لك شوف هذا واحد كاين واحد مغلوق راه ليه طوب شوف تبارك الله حتى الطوب حتى الطوب كيجي معاه بهذا انا قلت هذا انا قلت هذا ما عرفتش هذا اللي خدا بصحتك حيت دابا في الكاميرا باين بعيد وفعلا بعيد عليه هذا راه ملي غيتحط عليه راه ماشي كري فيغ او فيغ او هذا فيغ او حتى وين لا ما اقتنعتيش به لا كنظن واقيلا هذاك دابا محطين هذاك غيكون هذا احسن حيت ها هو ها هو حيت فيه هنا فيه هو هذا اللون هذا ماشي ضروري حنا كنفرضوا عليك انت خذي اللي بغيتي الله يجعلك ما تاخذي غير التلميط وخذي السامبل عاوتاني لا بغيتي رخص ولكن المطروز من الاحسن تاخذي ليه التلميط اللي كيمشي معاه تشوف اللي كيمشي معاه السامبل حيت فيه تا ثلاثه ديال الكوردوني فيه هذا الكوردوني هذا شتي فيه هذا تا هو يمشي معاه ديالو نيت حتى هو اللوان كاع يخرجوه الاحمر الكري داك الاصفر هذا فيه الورده هذا ماشي فحال زين ليهم شوفوا لي هاد الورده هادي حتى هي بالكيبي والطرزه شتو وثمن واحده البنات كلشي نفس الثمن المطروز اليوم ما غنقولش فابور واحد المتابع قلت لي مابقاش بيعطي فابور قولي هاوته ولا رخيص ولا ناقص الثمن سيري يعني اللي خدا فهاد المدام صحته ما فيش بزاف هادو غير هاوتات رولو رولو من 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 الموديل يعني رولو رولو من الزواقه هاك داك المخده ها هي ما شاء الله المخده منين بانت المخده طلع يعني الناس هذه المره هذه غادي يفرشوا ان شاء الله ومزيان والثمن الثمن زوين ما شاء الله زوينه صراحه في هاد اللون تاع كثار غير ما بقاش فيه بزاف الباج حتى الباج زوين على الباج كيجا ما شاء الله بديت كيجي مازال جاو مع الجديد قالت كيجي نهار الجمعه كيجا قالت ليه جوج يكونوا عندك سير الله يسخر الله داو جوج دارات منهم بصحتهم بصحتهم يا كلشي متابعين كلشي متابعين بصحتهم شوفوا هاد الباج هذا بالصحه والراحه متابعه نهار السبت مسكينه الله يذكرها بخير جات عندي قالت لك مازالك ما تلقى عندك داك الشيء اللي كنلقاك تقاد عليا دابا لقات بالله تمني بغيتي شي حاجه قالت لي ما جا ما كنلقاش عندك كنلقات تباعت كنلقى عندك الناس وكنمشيو كاو بلاتو حيت لها التوب حيت مغطي التوب حيت لها التوب كامل اي شفتو قلت لي صافا هذا هو اللي غادي ندي بصحتها يلاه كي جا خوته واخده دابا تا هو منها بصحه والراحه بصحتهم هادي الكيبي بالطرزه شو هذا الكيبي هكا وبالطرزه لا لا ما شاء الله ما عندي ما نقول زوينين وكنظن متفقين معايا اللي يلاه كتبوا لي المتابعات كي جاكم هذا الشيء ومنين غتعرفوا الثمن واخا غنكتبوا لكم في العنوان غنكتبوا في العنوان دابا راكم غتكونوا عرفتوا الثمن شو ما شاء الله كنتلاقى مع المتابعات كيقولوا لي يا لطيفه عرفتي ملي كتقربي كنقول لك سير يا لطيفه الله يرحم لك الوالدين قربتي لينا نشوفه كاع البنات كلهم البلوتجين البلو مارين الروج بريك البوردو الخزي هاد بيستا كاع الوان يخرجوا شو تبارك الله وهذا الطوب راه كيعطي جوج الالوان دابا راه تيعطي مغلوق دابا هذا مقلوب كيعطي المفتوح لوحات ما شاء الله هذا تبارك الله راه عامر راه الورده عامره وهذه عامره يعني راه يعني مخدوم شارجي كما تنقولوا اللي بغا هنا كيخدم بحال الديبارات فرماجات يجي تمشي الورده كامله في المخاد والقنات والديبارات يمشيو بهذا هذا كالدوات هذا كالدوات كارين حتى هو ما شاء الله ولا نقول لكم واحد القضيه اخرى تفاهموا دابا نتوما واحد جوج صحابات خواتات هذا ياخذوه ويقسموا يقسموه بيناتهم يدخلوا السامبل ياخذوا السامبل وحده دير مخده من هذا من هذا السامبل ديالو مخدام هنا ومخدام هنا كتخرج باش ما يجيكش شارجي ديريه كله عامر
ولا تقدري ديري جوج دورات مخده مثلا من هنا ومخده من الورده باش تبقى بقيت قلبي بحال هكا بحال هادي. انا نعطيك فكره شنو دابا بحال دابا تقدري تخدمي دابا مخده هكذا تحطيها والفصل الاخر تخدمي مخده ورده تقدري تبدي تبدلي راه فيه هو نيت الكري الورده الحاج راه الكري فيه وتقدري تخدمي هكا عاوتاني الفصل الاخر هكا لان الثوب ثمنه زوين كتبدلي يعني سيمانه كتحطي الورده سيمانه كتحطي الفصل الاخر وغاده مزيان ما شاء الله. واللون الثاني الثالث الرابع حيت فيها الكري وتا الزرق زوين مقشر ربيع نديروه نصنعوه نصنعوه حنا في ديورنا نصنعوا الربيع شوفوا تبارك الله الازرق ديالو حتى هو داك البلوغ هو بارد دائما الكيبي طرزه شوف شوف راه ما فيهش بزاف رولو رولو ها انتم راه رولو ها رول وهذاك الباج راه موخود منه ما بقاش فيه بزاف داك الطوب ما شاء الله. انا نوريهم لك نيت اختي لطيفه شوفوهم مخدومين اييه ها هو كيجي مخدوم هاد الزرق هذا كيف ما قلنا ديبارات في ديبارات هكا وسامبل ها وتبارك الله سالون كبير بالباج هذا دايرين هذا اللون هذا داك الدوغي صفر شي هو صالون باللي غزال لا ما شاء الله باين باين شوف باين وتبارك الله الصالون كبير متسع هنا الزرق في الزرق عاوتاني شنو مدخلين معاه دايرين سامبل اللون في هذا خداو هذا داكشي اللي قلت مسقين معاه مسقين معاه هذا ال سميتها هاد السبوله السبوله هي في في بتي كوسان هاد افكار ما خافوش عليهم تبارك الله شوفوا هنا دايرين غير باندا باندا والسامبل الصالون يطلع غزال واقتصادي بزاف نوريك هذا شوف انا عارفه راه راهم ذكيه تجي تاخذ قرونة ديالو شنو جماري معاه الباج شنو دابا هاد القرونة هادي ديري معها الباج طوب الباج بحال هذا راح تاخذ لطيف ولا لا طلع زوين شتيها لا ما تخافش عليهم عطيهم غير الثوب والثمن وهما وهما تبارك الله غيبتاكروا اييه هما غيبتاكروا كون هاني المراه المغربيه ما شاء الله عليها راه كتاخذ الثوب ب 10 درهم وكتخرج الريشه عقلتي ملي كانت عندنا هاو شتي هاد الدوغي هو اللي كيفتح كذلك هاد اللوينات الله يسخر وبصحتهم اللي خدا شي حاجه بصحه والراحه هادشي تا هو بالمكاتب فيه الزرق فيه الزرق ها هو الكوردوني ديالو تا هو اييه الزرق الباج الكري الباج طوب الكري وفيه البوغدو وهذا هو اللي كان غيتصور ديك المره اللي عقلتي وكان ما جاش ما جاش ما كتبش ذاك الوقت كتب هذا الوقت هذا دابا قلنا اللهم كلشي بالمكاتب كله بالمكاتب دابا غنمشيو للثمن الثمن الثمن جد مناسب بزاف اللي هو 150 درهم 3000 ريال 3000 ريال غيبقى لكم هذا المطروز باش نسهل عليكم نقول لكم هذاك الشيء ديال المهم عارفين ديال 149 درهم ما كاينش ما نديرو بغا نديرو 149 درهم غيبقى لكم المطروز ما شاء الله التليفونه اللي شفتو كامله 149 وهذا الشيء اللي فيه غتقولي لطيفه اللي باغاه زربانه تجي تقداه تحطو تيسهل الله وتخيطو اللي باغي يخيط مرحبا اللي باغي يدي الثوب مرحبا مرحبا بكم كاملين لا توب زعما ما شاء الله مطروز معروف انت دابا غادي تحيري شنو اللي غتاخدي والطرزه واش غتاخدي هادي الطرزه ولا غتاخدي الطرزه ديال الكيبي انت والذوق ديالك ولكن هذاك الكري حتى هو غزال ما شاء الله كلهم زوينين صراحه كلهم زوينين تخيط عاد بان كله كله زوين كله زوين حتى الكري زوين مفتوح ما شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك هي هميزه في المطروز هذه بقات تفريشه وحده هذه اصلا كانت المتابعه دفعها مخلصها مني جات تاخذها لقات هذا خلات هذا ودات هذاك هذا 130 شحال 130 درهم هذه الطلميطه الخديه والخديه ديالها هي الورده هذه هذا المطروز الاول هذا راه من الجوده الاولى لان شوفوا هنا هذيك المبره الزواق منها هنايا المخده كيفاش جات ها هي
الله يسخر. كاين هذاك السامبل ديالو، راه السامبل ديالو ديال بحالكم. اييه بحالكم السامبل ديالو. ما شاء الله الله ييسر. وهذا كيجي بحال ديبارات فرماجات فقط كيجي. وهالوردة هذا بقات فيه تفريشه في هذا الاخضر هذا. وهذا كذا تو بقات فيه تفريشه. قرونا البنات شوفوا لي حتى هو هذا تا هو 130 120 درهم. 120 درهم. ماشي مشكل. ها انتم البنات سير اليوم المطروز ابتداء من 120 درهم. عندك 120 تفرشي المطروز اليوم. هاي التلميطات راه هذا اصلا كنا صورناه الفيديو اللي فات وكان عليه الطلب بقات فيه تفريشه. تفريشه هذا كادو تفريشه تا هو 120. وحاجه اخرى أه. لطيفه جابنا الله عطيني هذه ها الكادوات اللي ندخلو مع الصالونات. دخلتي هذه الفيرزاتشي لاباس عليك بخير امورك مزيان. تقولوا انا نمشي مع هذا. هذا شحال كيمشي؟ هذا معروف الثمن ديالو. قولوا ليهم باش ما تقولش لك راه تا هو 150. نقولوا لهم لا هذا ماشي 150 هذا الثمن ديالو معروف فيرزاتشي. هذا معروف الثمن ديالو. باش ما نتعبش معنا الشيء. هذا اللي بغاته تواصل معنا فيه. اللي هذا ماشي 150 نقول لكم هذا معروف الثمن ديالو. الثمن في السوق. ما نقولوش باش ما نضروا حتى واحد. هادو اللي بغات تدخلهم مثلا اللي بغات تخيط ولا اللي بغات تاخذو توب لا اللي بغات ما عندهاش مشكل فيه. هذا معروف الثمن ديالو ما كاينش نقولوه. سير الله يسخر. اللي بغا عندنا شي حاجه مرحبا به. ها يجي مع هذا يجي مع هذا. هاد الفيزاتشي دابا معروفه في ولا ولا الديكور. اي بحال اكزاكت بحال مثلا هكا تبارك الله يقول لك جات معاك. اييه كدوز غير في هكا في الاكسسوارات. ما شاء الله تبعتني حتى هما بدياولهم غيجيو ياخذوهم مع الطلامط. الله يسخر معروفين هادو. الغوز حتى هي غوز بيبي كان بقات فيها حتى هي شي حاجه شحال؟ 110 دراهم. 110 دراهم فيها 300 سالبي وفي هذيك الله يسخر 110 دراهم. روكار حتى هو البنات فيه حتى هو واحد السولد ولكن ما بقاش فيه بزاف بقات فيه شي حاجه قليله دوره جوج في هذا عرفتوا هذا شحال دوزنا نهار الاول كان 70 درهم تبارك الله وما بقاش وعاود جاب فيه بقات فيه تفريشه تفريشه غيبقى ب 60 درهم 60 درهم كاينه هاد الزواقه هذه ديال اييه كاينه هذه ها انتوما هذه كاين فيها الزرق ديالها هذا راه داك البروكار اللي هكا اللي الناس اللي خداوه يسمحوا لينا على الثمن شوف هذاك البروكار الحريري هذا يعني كتشديه هكا كتجمعيه بحال هكا شفتوا حريري البيج فيه هذا البلو هذا بلو جين وفيه الطوب هذا بقى فيه هذا الزواق بقات فيه غير الزواقه مابقاش فيه التلميطه ديالو هادو تفريشه تفريشه الله يسخر تا هو تا هو نفس القضيه ديال الريشه اللي دار ضجه في الكويت اييه هذا ديال الريشه تا هو حريري كله هذا هذا كاع طايح اكثر من هذا مع هذا فيه هذه هكا بوفون شوفوا هذا تا هو حريري تا هو 60 درهم الله يسخر ويجيب التيسير بقى هذا الشكل هذا تا هو وهذا الباج ديالو وهذا والكري واحد هاد الكري هذا اللي بقى فيه هذا البروكاسي البيض هذا اللي بقى فيه البروكاسي والطوب باقي فيه شي حاجه تاع هو والطوب 60 درهم كيبقاو هادو ما فيهمش بزاف البنات فريشه جوج كار هذا حتى هو هذا البروكار هذا ديال الخيط هذا بروكار ديال الخيط شفتوا ديال الخيط هو مابقاش فيه بزاف في هذا اللون في هذا الفيغ وهذا في هذا البيج فيه البيج في هذا الموف هذا الفيغ كاين هذا حتى هو بحال بحال حتى هو مابقاش فيه العدد في هذا البيج شي كثير وهذا دورا كنا دوزناهم واللي تقداوهم يقولوا لينا كيجاوهم والفراش التفريشه ديالهم زوينه زوينه تفريشه هادشي كله بقات فيه تفريشه تفريشه 60 درهم تفريشه جوج كنا صورنا هذا هذا ديال دروك كنا صورنا هذا مع السامبل ياك دابا ملي كنت كنقرب لقيت الزواقه ديالو الورده الورده ديالو هاي شتو هذا البروكار كار البلدي الحر يمكن ياك هو هذا 60 درهم 60 درهم هذا تا هو بقات فيه هذا العدد قليل
60 هذا معروف حتى هو. هادو علاش ما كنقرب لكمش البنات؟ حيت صورناهم، رجعوا للفيديوهات الاخرين راه حنا صورناهم. هذا التركي ديال حتى هو. الناس اللي فرشوا به كرشيت تبارك الله تقول لك كيطلع زوين التفريشه ديالو. الله يسخر. امين. وفي هذا اللون بقى فيه هذا. صافي. وهذا الشيء حتى هو. هذا البلدي حتى هو يا حتى هو 60 درهم. 60 درهم. هذا. هذا بحال تفرجته برومي. دروكا الرومي. لا اللي بغى يفرج حاجه تشوف 40 50 ولا شي حاجه حتى راه صح تبارك الله يتصبين وكلشي. كل ما كيتصبن كيجي بين. هذا شي بلاصه بيت الكلوس كيت فيه الماكله صالون. الثمن مناسب بزاف. انا تبديله تفريشه يعني هذا صبن ورد. صبن ورد هذا الشيء صحيح. والناس تبارك الله خداو كلشي كيشكروا مع التوت وما بقاش فيه بزاف. لا ما بقاش فيه. بقات دوره دوره. هذا الشيء اللي قلنا اللهم نديروا الثمن وصحه الناس اللي خداو. 60 درهم. 60 درهم. فيه الورده كبيره فيه ورده صغيره. شو دابا هذه الورده وكله داير من هنايا مطروز هكا شفتوه. كله داير بنا مطروز. اللي كيكسبن بزاف يصلح ليه. عط الميطه ديالو وبقى كرون. هات الميطه ديالو. تبارك الله. هادشي. ولي خدا شي حاجه بصحته. بصحة والراحة. راسي حتى هو بقات فيه شي حاجة البنات. شوفوا عندنا المخدة ديالو كيفاش كتجي. خدمناها مخدة فاليز لأن بزاف الناس خدموا هكا. داروه مخدة وطلمات. الميطة كيجي بحال كنابي. أييه كيجي بحال كنابي كيجي بحال ستيل كنابي. الميطة خدية بحال بحال ويدير ليك كادو كريم شي لونات أخرين بحال مثلا شي لون أخر بحال مثلا شي باج شي بحال هكا مثلا شي حاجة مطروزة. فهمتين أنا نفرجو لك دابا تشوفوا. شحال هي كتكون طروزه؟ دابا هاد الفيغور ما بقاش فيه بزاف، هذا كيبقى ب 120 درهم. كيبقى ب 120 درهم. وبقاو فيه الوان محدودين. انا غنوريهم لكم. تبارك الله كيجي في الميطة. ها هو. شوف تبارك الله كيبان. كيجي بحال كنابي. كيجي بحال كنابي. 120 هذا معروف الثمن ديالو في السوق. بقى فيه هاد الفيغ وهذا. بقى فيه الباج هاد الباج الطوب ها هو بقى فيه داك ال بقى هاد الباج هاد السيال هاد الفيغ او هاد الفيغ او هذا بقى فيه داك هاد الباج المقبيله هذا وداك الجون كانار شتو تبارك الله كيجا كيجي في الكميطه الخديه رائع 120 درهم 120 درهم. لهنا غادي نختموا ونتمنى ان شاء الله الجوله ديال اليوم تعجبكم. صراحه هذا الفيديو كان غادي تصور الاسبوع اللي فات ولكن انا اللي تعطلت يلاه ساليت اليوم ولكن غنداو به ان شاء الله هذه البدايه ديال الاسبوع هذا ان شاء الله يدخل علينا وعليكم الشهر الكريم بالصحه والسلامه ودائما الرزق والتيسير والصحيحه. الصحيحه هي اهم حاجه. شكرا سي عادل الله يجيب التيسير الله ييسر اللهم امين. ورمضان مبارك مسبقا ليك والمتتبعين يا ربي امين. اللي كيجي حتى هو مرحبا والف مرحبا يا ربي امين. الحمد لله. يلا البنات في امان الله الله ييسر الامور. ونقول لكم الكلمه الشهيره ديال العثمانيات بسلامه. الكاميوات وداك الشيء قصريه الصفريويات ها انتم شفتوا القصريه الصفريويه هذه كتلقى واحد مول فولار في الدخله اللي انا ما غنشد باش ما نشدش الناس غنمشي لكم غير هكا. ها انتم كاين مول فولار يعني في الدخله ديال القيس وغيجيو لدرب عمر اللي سولتو على قصريات ام الكويت ها هو اللي سولتو على قصريات الصفريوي نعاتها لكم. ها انتم غير كندخلوا المحل الاول على اليمين.